المحليه من ساعه تقريبا كابتن الخطيب اتكلم مع الاستاذ احمد موسى على قناه صدى البلد وقال بعض التصريحات، في منها اللي بعتها لحضرتك والنادي الاهلي نزلها على الصفحه الرسميه، ان كابتن الخطيب بيقول انا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه بشرائح المجتمع خاصه اصحاب الهمم اللي اسعدني اليوم طريقه حوار فخامه الرئيس نفسها، شعرته بالاب اللي بيتحدث مع ابنائه ويؤكد ترابط العائله المصريه اللي بيرسلها الحب والتقارب. اصحاب الهمم دول اولادنا عندهم تحدي قوي، وشهدنا جميعا الانجاز اللي حققوه في دوره الالعاب البارالمبيه الاخيره في طوكيو عندما تحدوا انفسهم وحققوا انجازات رائعه. وقال كمان شهدت احمد طارق في حديثه مع الرئيس ورغبته في اللعب للاهلي، وتم التواصل معاه على الفور عن طريق الاداره التنفيذيه، وهيحضر بكره وهكون في استقباله، وده ابسط شيء ان احنا نحقق له امنياته. وان النادي الاهلي نادي كبير منذ تاريخ تاسيسه الممتد من سنه 1907، وهو له دور وطني ومجتمعي وثقافي وانساني الى جانب الدور الرياضي والبطولات والانجازات. عندنا في النادي الاهلي فرق لاصحاب الهمم في العاب مختلفه، وهناك اهتمام كبير بيهم داخل النادي، واحمد هيكون من ولاد النادي من اول بكره ان شاء الله باذن الله. كمان كابتن خطيب الاستاذ احمد موسى برضه خد الحوار في حته بيساله بيقول طب موسيماني والتعاقد او التجديد عقد موسيماني هتعملوا ايه؟ قال له في اجتماع معاه يوم الثلاث اللي هو بكره ان شاء الله الثلاث فوجد ياسين منصور، هنتكلم في حاجات كثيره منها التعاقد. هو الحوار كان مع الاستاذ احمد موسى كان لمده 10 دقائق بس. تمام. كمان يا استاذ الناصر يوم الاربعاء بامر الله في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي لاول مره قائمه الكابتن الخطيب بالاعضاء كاملين، لكن طبعا لسه ما تحددش موقف النائب محمد الجرح اللي بنتمنى له الشفاء لانه مصاب بفيروس كورونا، فبنقول له الف سلامه وان شاء الله يعني ربنا يعيش فيه ويعافيه بامر الله تعالى. وان شاء الله الاجتماع ده هيكون عشان تشكيل لجان النادي وتفويض واعاده تفويض كابتن خطيب للاشراف على الكوره، وفي كلام بيتقال ان ممكن يعني كابتن حسام غالي يخش لجنه التخطيط في النادي ان شاء الله بامر الله.